أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدين قناة الموصلية الفضائية وحلقة جديدة من برنامج أفراح العيد. أيامكم سعيدة ومليئة بالأفراح والمسرات. إذا ويانا ضيوف، نرحب بضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا وكل عام وأنت بخير شاعرنا وسام حسين. أهلا وسهلا بك الكابتن خليل العراقي، وشرفتنا وكل عام وأنت بألف خير. اهلا بك. واخيرا اهلا وسهلا بك نجمنا العراقي والنجم الموصلي والعربي ايضا الاستاذ عامر غريب. كل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير. وشعبنا الغالي بالف خير، وام العربيه والاسلاميه بالف خير ان شاء الله. وايضا ما انسى عايز زميلي جاسم العثمان، اهلا وسهلا وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بالف خير والشعب العراقي بالف خير. نتمنى لكم الصحه والسلامه مشاهدينا الاعزاء، طيله ايام عيد الفطر السعيده، عاد الله على الجميع بالخير والبركات وعلى بلدنا العزيز بالأمن والأمان. نرحب بفناننا المبدع ضيف الموصل وابن حبيبي الموصل العزيز الفنان العربي والعراقي والموصلي حبيبي. سعيدين جدا بتواجدك ومشتاقين لك، صار فترة طويلة ما شايف فيك. رجعتونا الأيام حلوة بمدينة العاب هاي الحلوة، الموصلنا الحبيبة ذكرتونا بها حلوة. قبل ما نسمع أغنية من عندك والعيدية نسمعها، شنو ذكرياتك بمدينة الألعاب؟ ذكريات ما يعني ما تنسي، مستحيل يعني تنسي. ذكريات الطفولة. ذكريات الطفولة فيما طبعا مضى. طبعا يعني قبل أول ما جيت حتى حسيت دمعت يعني من شفت المدينة، تذكرت أيام كثير حلوة مع أصدقائنا، أصدقاء الطفولة اللي قسم منهم موجود الله يطول بعمره، والقسم راحوا لدار الحق يعني استشهدوا. فشوية تعرف الأيام هذه تذكرك بشيء حزين يعني. نعم. والحمد لله ان شاء الله ما يبقى الحزن. صعدت سكه الموت؟ لا والله هاي اخاف منها مثلي انا كلش اخاف الا هاي ما صعدتها. نعم. يعني قبل ما ندردش بموضوع العيد، نريد تنطي عيديه للمشاهدين بطريقتك الخاصه. بعيوني. نعم بعيوني. حاضرين. يسلم عيونك. حاضرين حاضرين. عيد بعيد
الله عليك، الله عليك، عاشت ايدك، عاشت ايدك. ونرجع الى ضيوفنا الكرام مره ثانيه. طبعا قبل ما نرجع احب احيي الفرقه الموسيقيه بقيادة عازف الكمان الرائع ازل كمشاوي، وايضا ارحب بعازف الاورج الرائع احمد الراوي وعازف الدرامز الرائع احمد السلطان. تحياتي لكم، كل عام وانتم بخير. شكرا وعشت ايدكم، ودائما انتم يعني معنا يعني خلف الكواليس وايضا داخل اللوكيشن. نعم. اذا ارجع ويا شاعرنا المبدع الافضل، اهلا بيك. اول شيء كل عام وانتم بخير، ان شاء الله جميع المشاهدين متابعين صحه وسلامه، وان شاء الله تقبلوا الطاعات للجميع. ان شاء الله. اشكركم على هذه الاستضافه. اليوم وسام يعني نشوف الشعر بالعراق يعني مختلف الالوان، والشعراء عندنا شعراء كثيرين، منو من الشعراء اللي انت يعني شلون نقول تنتمي، يعني مو تنتمي انما من هو الشاعر اللي انت يعني يكون قريب عليك في لغتك بكتابه القصيده او الشعر؟ صح، لكل لكل شاعر له عراب خاص بي. احنا مثل من صغار المطرب اللي هو مطرب يسمع من هو صغير تاثر به، الشاعر كذلك. فانا من صغير تاثرت بالراحل كاظم اسماعيل قاطع الله يرحمه، الكبير عريان سيد خاف الله يرحمه، فكنا نسمعهم هذول القامات الشعريه الهائله اللي كنا نسمعهم وتعلمنا من عندهم، وردنا نمشي على نهجهم ان شاء الله نصل لما وصلوا اليه، مو لنصف المسافه اللي هم وصلوا، لان شعراء كبار. ان شاء الله اتمنى لك الموفقيه والنجاح. وسام، شنو يعني لك العيد؟ والله العيد فرحه. إيه؟ يعني العيد يعني الفرحة. هو لمة الناس، لمة الحبايب، لمة الحبايب، الناس تجتمع، الأقارب، فهي بسمة العيد وفرحة العيد. كل إنسان لازم يكون فرح بالعيد، يعني مع أنه الإنسان يفرح بالعيد، أكو ناس تضوج بالعيد أو يجي جاء العيد وجاء الحزن، لا، هو العيد فرحة، فالإنسان لازم يكون مبتهج وفرح بالعيد. يعني هاي أكيد، ولازم إحنا يعني نستحق، وصلنا إلى مرحلة للعراقيين عشنا في ظروف يعني وأزمات وانتكاسات متكررة، فلا بد أنه نحاول نعيش بعد يعني شلون أقول لك انه نعيش بافراح واجواء حلوه ان شاء الله، احنا وننطي لروحنا هذه المعنويات الجميله والطاقه الجميله ان شاء الله الموصل باهله والناس، واحنا راح نعتمد على شبابنا من نجوم الطرب وايضا الغناء وايضا الشعراء انه يحاولون يكثرون من القصائد عن الفرح وعن السعاده والاشياء الجميله، وايضا مطربينا ونجومنا يعني ان شاء الله. فعندك قصيده عن السعاده، عن الفرح، عن العيد، عن هو اذا تريد فرح لازم نقرا غزل. يلا انا بدي ابدي بغير شيء فرح، ابدي بغزل، ماكو اشكال. اكيد على اقول اموت واختنق من ما اشوفك يوم، اموت واختنق من ما اشوفك يوم، وحق الورد يخجل لو وقف يمك، لان هو الوحيد الناس تشتم بيه، لكن من يشوفك هو يشتمك. زعلانه وعلي الدنيا هم زعلت، زعلانه وعلي الدنيا هم زعلت، فوقاي الشمس وايامي مظلمه، شجاني شجاني وزعلت فراشة بس من طين، أحاكيها بورد مفروض مو كلمة، هاي لسانة قصك بس اسمها شلون، تزعلها وأعذرك والله بنزحنا من نصف عليها احتار، هاي منين صفات الحور حيل وياها من سجمة، من دمها وحسنها القمر شفت اختار، وقد ما طوي قام يشوفها الأعمى، من يفتر خصرها براسي فرط صير، ابوي شقد اعزه وانسى شنو اسمه. الله عليك، صح لسانك. خلينا ننتقل للمبدع خليل العراقي. كل عام وانت بخير. بألف خير، كل عام وانت بخير ان شاء الله. خليل، شو اخبارك؟ شو ماكو؟ والله جيت طالع، والله مسافر. احكي لنا عن سفرك، وين رحت؟ وين جيت؟ والله الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك على راسي. رفعت راسنا يعني على راسي خارج والله. العراق وعالميا. نعم. نعم. ان شاء الله اتمنى لك موفقيه. تسلمين ان شاء الله. والله طلعت تركيا وكوريا، كان عندي بطوله مال فريستايل، تحضيرات لبطوله العالم. نعم. هذاك السنه طلعت تاس العالم، وهالسنه ان شاء الله بدي احضر بك ان شاء الله، احصل ان شاء الله ثالث ثاني ان شاء الله العالم. وكان عندي يوم استعراض في تركيا في أنقرة، نزلت الفيديو قبل يومين، ثلاث أيام نزلت الفيديو نشرته على التواصل الاجتماعي، هم صارت ضجة غادي تركيا. زين، شنو على كوريا؟ كيف كانت استجابة الكوريين؟ والله احنا مشاركين لاعب عراقي من رايح من دولة عربية، أكيد يفتخرون بهاي الشيء، وغادي بالعكس يحبون المواهب ويحبون جميع القوميات.
ما عاد مثل تفارق او حقد الدول البقيه، وجميع الدول احنا مشاركين، الدول العربيه والجانب تقريبا 18 لاعب مشارك، 18 لاعب من كل الدول مشاركين. نعم. زين الكوريين عندهم يعني أكيد الرياضه؟ اكيد كوريين، كل الدول موجود بهاي الرياضه. زين الدول الاكثر يعني شهره بهذا الموضوع؟ اكثر الفريستايل. برازيل. البرازيل. نعم البرازيل يعني اكثر. ممتازون بالموهبه. اكيد اكيد هم يخترعون مثل حركات المهارات، والدول البقيه يتعلمون عندهم. نعم راح نتحدث عن مشوارك ان شاء الله بعد ما نرجع الفنان العزيز عامر غريب. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم استاذ عامر. يعني من الاشياء او من الذكريات اللي ما ممكن تنساها، يعني كل فتره مثلا تتذكرها وتجيك الضحكه، مثلا شغله او ذكرى كانت في احدى حفلاتك؟ يعني قصد المفارقات اللي صارت. نعم. يعني حفله بالاجتماعي، ف كان عندي واحد وجه خير يعرف أزل، وجه كلش خير علينا يعني. فطبينا للحفلة، أول ما طبينا جاء المدير الصالة أبو ثابت الله يذكره بالخير، قال أم العروس ماتت. داريت على صاحبي، قلت لا حبيبي شونك، هو سوى له واسطة يعني حتى رجع وياه. فمن ذاك الوقت بعد ولغت الحفلة، لقبت بلقب يعرفه الحفلة لغت يعني اللغت أم العروس ماتت شو سوي. زين انت تؤمن بالحسد والعين؟ اي والله يعني صار طبعا هاي موجوده يعني. طبعا موجوده يعني اكو اشياء تتفاعل بيها، اكو اشياء الدليل يعني شوف تتشائم منها طبعا اكيد. واني صراحه اؤمن بالابراج، الابراج اؤمن بها. اي على طار الابراج شنو برجك؟ العذراء. يعني بالتاسع انت بالتاسع. نعم العمر كله ان شاء الله عليك استاذ عامر. اليوم يعني الاغنيه العراقيه الى شنو يعني تحتاج؟ يعني او باطار ثاني، الاغنيه اليوم شلون تصعد الى المستوى العربي والعالمي ايضا؟ والله الاغنيه العراقيه هي نمبر 1 ما نختلف يعني اكيد، لكن المشكله صارت التجاره يعني. هسه عند اغنيه حتى لو كانت اغنيه سيئه دون المستوى ينطي 2700 دولار لليوتيوب كبدايه، ثاني يوم تشوفيها وصلت 50 مليون. شنو الموضوع ما حد يعرف؟ ما الترويج الثاني عندي يا دنيا ترويج؟ نعم فضفضه بالخليج العربي يا دنيا اخذت الترند الاول 50 مليون مشاهده، وهي ما عرضت عندهم. يعني انت مع يعني مع السوشيال ميديا طبعا اليوتيوب والترويج بالضبط. هسه عنده يوتيوب هسه. نعم. يعني تصوري انت، معقوله انت ما عندك شغل عمل الا ثاني يوم الاغنيه توصل 75 مليون؟ يعني ما يعني كاظم السار اللي هو عملاق العرب يعني اغنيه منزله اول يوم ما توصل ثاني يوم 15. عمر على طاري اغنيتك يا دنيا يعني بالعراق اعتقد فوق المليون، فوق المليون بدون ترويج. بدون ترويج بدون ترويج يعني انت كتبت اعتقد على صفحتك ان الاغنيه مظلومه اعلاميا. مظلومه هي الناس تقول يعني. نعم. هسه اكو فيديوهات بالتيك توك اذا تلاحظ كل اللقطات المسلسلات كلها يطلعون عليها اغنيتي يا دنيا اغنيتي. سكتة سكتة بكى قلبي تعال أرجوك، بكى قلبي تعال أرجوك، سكتة سكتة سكت القطار شلون يمشي بدون سكتة، القطار شلون 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 شلون، القطار شلون يمشي بدون سكتة سكتة، أنا بلياك أنا بلياك قلبي يموت، أنا بلياك أنا بلياك أنا بلياك قلبي يموت، سكتة وسبع جلطات من تبعد علي
خذاني الهوى عبرت الموصل والناصرية محسوب من العمر كل ليلة نقضيها محسوب من الدروب كل خطوة نمشيها محسوب من العمر كل ليلة نقضيها محسوب من الدروب كل خطوة نمشيها افرح ولا تنتظر ايام من اللي تمر افرح ولا تنتظر ايام من اللي تمر ورحلة قطار العمر سفرة بمرابع يا رايحي بهالدروب وانت على ناسك ضيف ضيف وانت على ناسك في راد باشر حلو ولما تحباب وكيف لما تحباب يا رايح بهالدروب وانت على ناسك ضيف ضيف وانت شر حلو ولما تحباب وكيف لما تحباب لو شفت ليل الشتاء ولسعى الظهار الصيف صبرك وهي تنجلي او صير ذكرى وطيب لا 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 ولسعى الظهار الصيف صبرك وهي تنجلي وصير ذكرى وطيب قال تقول مو بيدي الوقت مو بيدي لا تقول مو بيدي الوقت مو بيدي ويام اللي تمر سفرة بمرابع خضر سفرة بمرابع خضر وشتري تسميه الله عليك الله عليك تسلم صوتك شكرا شكرا تسلمون تسلمون شكرا لك وعودة أخرى إلى شاعر وسام حسين وأهلا بك مرة ثانية أهلا بك ست ماهر احكي لنا عن مشاركاتك الأخيرة وأعتقد أنه أنت شاركت في برنامج شاعر العراق شاعر العراقية نعم يتكون من كل محافظة 10 شعراء يتنافسون أول شيء يختارون المحافظة إيش قد يقدم شعراء 500 400 300 شعراء المحافظة يتنافسون فيما بينهم اللجنة تختار 10 شعراء هذول 10 شعراء يروحون لبغداد القناة العراقية يختارون 2 من شعراء مثلا الموصل 2 من النجف 2 من كربلاء يعني كل محافظة شاعرين كل محافظة شاعرين فأنا شاركت بالمرحلة الأولى هين من بين 200 قصيدة فازت قصيدتي من الشعراء 10 رحنا لبغداد القناة العراقية كانت اللجنة الأستاذ ضياء الميالي اللجنة الأستاذ محمد المحاويلي يعني نوجه له تحية شاعرنا الكبير ضياء الميالي عمالقة والأستاذ كاظم القريشي الممثل أيضا كان باللجنة فكل واحد على الأداء واحد على الوزن وكان الآخر على أداء القصيدة فشاركنا أنا ولد اسمه شجاع الحليحل صعدنا 2 من الموصل
الحمد لله توفقت أنا من محافظة نينوى وأني ولد الشجاع تأهلنا للمراحل النهائية. آخر مرحلة أخذها ولد من الناصرية اللي هي المرحلة النهائية اللي كانت أخذها ولد من الناصرية. فإحنا الحمد لله مثلنا الموصل خير تمثيل طبعا. إحنا المحافظة اللي رحنا بالموصل يعني أثرنا إعجاب اللجنة هناك الحمد لله. وشو قالوا الموصل بيها شعر، أنت وين شنتوا؟ إحنا يعني ظهرنا شيء جيد إنه أنتوا تنافسون أهل الجنوب ما شاء الله، هم أهل الشعر. إيه طبعا نعم. إحنا الحمد لله نافسناهم بيوتهم ملعهم نعم. فالحمد لله وصلنا لمراحل يعني نهائية بشعر العراقية، والنهاية أخذ شاعر من الناصرية. كانت هاي كان البرنامج اللي هو يعني عراقيا الأشهر، شاعر العراقي اكيد. طيب انت كشاعر، يقولون الشعراء يصير خيالهم واسع وعالي. اي نعم فعلا هذا الكلام. اي والله احكي لنا عن هذا الشيء، الصفه اللي يعني صفه انه الشاعر يبحر يعني بخياله بكتابته بافكاره بروحيته مع القصيده. نعم الشاعر هو يعني هو كان حي يعني مثل ما انت انسان فلكن له اجواء طقوس خاصه به يعني في كتابه القصيده فقط، انه غير شيء لا. هو الانسان من يكتب القصيده الشاعر يروح باجواء خاصه به، اكو يكتب بالليل، اكو يكتب فجر، اكو يحتاج ضوضاء يكتب، اكو يحتاج هدوء. فكل شاعر له مثل ما يقول خاصيه بيه شلون يكتب القصيده، مثل ما يرتاح شاعر. من يكتب انت نعم. شنو الاجواء المناسبه لك؟ والله استاذ جاسم اني يعني اقول لك تستغرب، انا من شويه يصير عندي حزن او حاله كبد اكتب قصيده، من مرتاح ما اكتب. او تمر بتجربه امر بتجربه مرات يعني تجربه ضيق او شيء فافرغ حزني بالقصائد مالتي. زين وسام، شيء مره يعني مر عليك انه دخلت في حاله معينه بحزن معين اثر يعني قصه معينه يعني اثرت في روحيتك، اثرت في يعني احساسك كانسان وعلى اثر انه كتبت قصيده؟ والله ستعني اغلب القصائد اللي كتبتها عن مواقف. عن مواقف يعني اكو مواقف اصدقاء، اكو مواقف اخرى كتبنا عنها. فاحنا راح نسترسم من اللي اسمعكم ان شاء الله. سمعنا شيء. نعم. والعافيتي انت ومن غبت تخربطت عافيتي، عافيتي انت ومن غبت اتخربطت عافيتي، وصاحب فضل صار الهوى وبالقوة يدخل ريتي. والله زمن قمت الهوى احتاجه واذكر اسمه، كنت انا مرة تنفسك اسبوع ما اشتمه، حالي بغيابك شو صفه حالي المسودة حالي، مو على الوجه بان التعب بين بوجه خيالي، انا الغريب دمعته صبح ومسية لالي، أنا الهوى اللي بالمقبرة ولا خشم يدنالي، أنا اللي يعيش اليوم وبس ما عنده يوم التالي، أنا اللي تاني اللافتي علقها واحد غالي، أنا اللي انطيتك دنيتي الما يهمك همي، انطيتك الكل شي أملكه بس اسمي باقي باسمي، فراق أكثر بعمري أكل مو فقط جلدي وعظمي، مستحي حيل من القبر مدريش بقالي بجسمي. الله عليك الله عليك، اسلم صوتك الجميل. فلننتقل كابتن خليل. ننتقل إلى الكابتن. كابتن خليل، سمعت يقولون صوتك حلو صح؟ لا والله أستاذ. من قال لك؟ خابرتني قلت لك صوتي ما حلو. ما أعرف، الجماعة قالوا لي صوته حلو. لا ما شاء الله شبابنا العراقيين بكل شيء مبدعين بالغناء بالرياضة. خلينا ننتقل كوريا، انت رحت الكوريا وقلت لي انه اكثر من 13 دولة شاركوا، بس يعني هسه المشاهد يمكن ربما يسأل، انت رياضتك هي مختلفة الفريستايل فيها حركات بهلوانية بكرة القدم وإلى زين، شنو القانون اللي يحكم من هو الأول بهذا الموضوع؟ هي مبينة شلون يعني؟ أي واحد يخربط الحركات يعني ما يضبطها من مرة واحدة، مثل يفلت الكرة يعني يحتفظ بالكرة الوقت أطول؟ أكيد يحفظ بالكرة ما يوقع الكرة، هذا هو مثل أقوى والحركات يعني بالوقت يحسبون؟ أي وقت 30 ثانية نعم، واللي يسوي حركة أحسن من المقابله هذا اللي يفوز. مثل إذا سوى مثل حركات يتنوع مثل برأسه برجله هو وجالس مثل بيده، هذا أقوى من اللي يسوي حركات بس برجله فقط يعني اللي ينوع. تسلسلك إيش قد كان بال هذاك السنة؟ نعم هذاك السنة تاسع العالم نعم. هذا تصنيف عالمي يعني. نعم أكيد تصنيف عالمي والحكام كانوا أجانب جيد يعني نعم جيد. والحمد لله وشكرا أني أول على المستوى الدول العربية رياضة فريستايل يعني نعم. الدول العربية هذول اللي يلعبون فريستايل حسابات موثقة ومشاهير كلهم يتابعوني،
ويفتخرون انه اني بالعراق. بس هم بعض ما يقول انت مظلوم اعلاميا بالعراق، يعني حقك بالعراق ماكو. يقول انا مثل لو اطلع خارج مثل العراق عفوا مثل تصعد اكثر كدعم، مثل ملاعبنا مثل يعطونا مثل اكاديميات ادرب بيها. انا عندي تقريبا فوق ال 15 لاعب ادرب هم حركات فريستايل. هو خليل معظم اللي يعني يمارسون هذه الرياضه رياضه الفريستايل يعني عندهم عقود تجاريه مع بعض الشركات ويروجون مثلا يروجون الشركه معينه والبضاعه. وانت عندك يعني عندك تجيني يعني شركات، بس شركات مو رياضيه تجي مثل اشياء شركات تجاريه اكيد. نعم. تجي مثل منشورات مثل اصوم اعلانات مثل شغلات نسائيه جتك يعني اكيد يعني قبلتها ولا رفضتها؟ رفضاني ما اقبل انا صفحتي. نعم. رياضيه يعني بس انشر رياضي. نعم. تجيني على اجهزه ما انشر، بس اذا يجيني مثل اعلان كملعب قبل فتره قبل ما اسافر كان عندي افتتاحيه ملعب. نعم. في حي النور افتتاحيه سوينا الملعب وتصوير قناه وهم سوينا دعم مثل اللواعيب والناشئين الاجيال الاطفال سوينا مثل دعم لهم. وتدري مثل يشوفوني كموهبه بالعراق اكو شوي مثل يتحسنون بالكره القدم، ما مثل يقولون مثل يلعبون كره القدم يقولون والله الكره ما بيها مثل فائده وما حد يصعد تمام. نعم. بس واحد ايش قد يتعب ايش قد يصعد اكثر. نعم. بس السمع اغنيه لو نروح على عامر. حافظ انا غالي. نعم خلينا ننتقل للاستاذ عامر. نعم. عوده اخرى الى فنان عامر الغريب. اهلا وسهلا بك استاذ عامر. استاذ عامر الأغنية الأقرب إلى قلبك اللي دائما يعني تغنيها في محافل أو في مناسبات أو الحفلات الخاصة أو العامة؟ نعم. الله شاهد ما ناسيكم. ما ناسيكم. كلمات ضياء الميالي هاي سجلناها بسنة 2003 والحان مهار أحمد. هاي أخذ يعني صدى يعني ما شاء الله وين ما أروح بأي دولة. نعم. يعني الأغنية ما شاء الله يطلبوها مني. أكيد. الحمد لله. طيب أستاذ عامر أعتقد أنه أنت كنت مقيم في لبنان. يعني متجول يعني مثل سندباد. وحاليا سوريا لبنان جزائر مصر مغرب دبي قطر. يعني زين هو السؤال يعني شنو اللي يضيف الغربة للفنان يعني؟ ألم ومعاناة. قصدي أن أنت مثلا سافرت نقلت رسالة طبعا رسالة. شوف أستاذ جاسم الكابتن حكى بموضوع ذكرني بشغلة كلش يعني ألمتني صراحة. نعم. يعني إحنا الموصل للأسف المدينة التي تدفن مبدعيها. طبعا شوف مثل الشاب هذا يعني المفروض الإعلام ينتبه له. يعني المفروض تعال وإحنا منتبهين له يا رب خليل يعني التزمة أسوي أجيبة تعال أنت وين هو. يعني عندنا مثلا حازم جلال قبل فترة أخذ الأول مخرجين بالمسرحية أخذ بغداد ما أعرف بيا دولة. المفروض ننتبه على طاقاتنا. إحنا عندنا طاقات حلوة يعني عندنا فنانين مظلومين جدا مظلومين. هو انا اتفق وياك استاذ عامر المطرب من يطلع من الموصل يشتهر أساني صراحه يعني انت لو باقي ما اشتهرت يعني انا صورت قبل ما اطلع للشام سوريا صورت عمليين ما يعني ما اخذوا فرصتهم. نعم. طلعت للشام صورت غدار صورت دربك بس علي صورت يعني. الله شاهد صورت تقريبا 12 عمل اغاني رياضيه اغاني وطنيه ما نسيت يعني الوطن. لقيت يعني هناك للأسف الغربة احترموا شغلنا أكثر من بلدنا. نعم. للأسف يعني. نعم. مع العلم أني رجل أيضا موسيقي ودارس موسيقى على أستاذ على يد الأستاذ أكرم حبيب. نعم. والأستاذ خالد محمد علي وجونهم تحية. نعم. تحية يعني عمالي قبل هنا ما شفنا دعم. هناك طلعنا شفنا الدعم. بدبي صورت أيضا على عنادة رجعت صورتها صورناها مرة أنا والمرحوم خليل إبراهيم صورت بالمغرب صورت بالجزائر. يعني ما شفت العرب للأسف يحترمون الفنان العراقي أكثر من هذا. أستاذ عامر ممكن سؤال. نعم. هواية تغني الأستاذ كاظم الساهر هو يعني أستاذنا ونجم العراق الأول وسفير الأغنية العراقية لكن أحسك كثير متأثر به. على كلامك أني وناسي عجرم وفارس كرم طلعنا حفلة بالجزائر. حلو. أول ما طبيت المسرح عرفوا عراقي والله العظيم صدقا أول ما إجوا قالوا لي ريد دام وغزالي كاظم الساهر فقط. نعم. ما يعرفون أي مطرب. أكيد. نعم. أنا يعني ما تفاجأت لأن ناظم غزالي هذا رجل سفير الأغنية العراقية. أنا شهادتي مجروحة من قالوا كاظم فرحت لأن أنا إن شاء الله كاظم يعني يعرف أستاذ أزل المشتغل وياي وطالعين حفلات وايد يطلبون. فكاظم أنا رجل مع حفظ الألقاب
اتشرف انه اغني مفخر على اتشرف الفنان يعني يغني القيصر فخر للعراق نعم. اكيد لان وصل الاغنيه العراقيه أكيد. 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 الى العالميه مو بس الى العالميه خلينا نسمع من عنده حتى نستغل الوقت يعني بما انه كثير طلبات على الله شاهد مناسيكم هاي الاغنيه يعني الحمد لله اخذت صدى كثير قوي جدا الحمد لله والشكر راح اسمعكم اياها انا وزول الله شاهد ما نسيكم كل احوانا افكر بيكم وابكي لخاطركم من قلبي حد ما تعمى عيوني عليكم الله شاهد ما ناسيكم كل لحظة أنا أفكر بيكم وابكي لخاطركم من قلبي حد ما تعمى عيوني عليكم وين بعيد عنكم صدقوني شايلكم ما بين عيوني تخنقني العبرة وما ابكي خاف ويا الدمعات ابكيكم الله شاهد ما ناسيكم كل لحظة أنا أفكر بيكم وابكي لخاطركم من قلبي حد ما تعمى عيوني عليكم الله 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 عليك كلمات منو هذه؟ كلمات الشاعر ضياء الميالي والحان ماهر أحمد طبعا هاي الاغنيه مختلفه عن الاغانيك السائقه يعني كانت ستايل غريبه نعم يعني نعم اغنيه سلو بطيء ايه نعم اغنيه الحمد لله اخذ الصدى يعني نعم الحمد لله وسا يا دنيا ايضا يعني ما شاء الله هذا من اغاني جم يعني قبل ما انتقل الشاعر وسام ايضا يعني احب اسالك عن انت كنت من الرعيل الاول انت نجوم الموصل انت نعم واحمد المصلاوي نعم انت نعم نفس الفتره تقريبا برستو ووصلت للنجومية نعم الآن الشباب اللي وراكم ذول أيضا يعني بدأوا بستايل جديد طريقة جديدة موسيقى مختلفة أيضا صعدوا الأغنية العراقية يعني أنتوا ما حاولتوا أنه تبتكرون في شيء جديد يعني أستاذ جاسم المشكلة يومية دا يطلع لك 100 مطرب نعم يومية 100 مطرب دا يطلع وما لازم إحنا ما نقبل يعني حق اللي يقدم منه يعني أستاذ عبد الله الأسمر نعم. هذا الصوت العملاق للاسف رهيب. للاسف لحد الان يعني يعني هو يعني اقدم من عندنا انا واحمد ومع العلم وعندنا ايضا لؤي عندنا لؤي نانا وعندنا صميم ترك للاسف يعني فنان كان من الاصوات الجميله عندنا حسين الصايغ عندنا مطربين موصل بس يكون ما يخوني الذاكره عندنا تحسين حداد هو نقيبنا يعني صوت جميل جدا من الشباب عندنا كرم حبيب كرم حبيب عندنا هواي مطربين يمكن ما يعني ما يخطرون على بالي بس هذول اللي عندنا طاقات تجنن يعني انه ابن العاصمه يشتهر العاصمه يعني طبعا لان موجوده كل الامور بس اذا ما انت تتعب يعني انا من طلعت لسوريا يعني قعدت بغرفه متر بمتر تقول سجين مو مطرب عانيت وتعبت وقلت ما يخالف خلي اتحمل زين والحمد لله صورنا واشتغلنا وتعب على نفسنا بس التعب كله سمنجينا ده شوف يعني شغلات يعني إذا ما تغني هاي القولات يمكن الأستاذ أزل يعرف يعني إذا ما تغني هاي القولات والمعزوفة إذا ما تغني أنت مو مطرب فانجبرنا ننزل لأن أنت شلون تعيش مثلا شلون مثلا أكيد يعني إذا ما تنزل للمستوى صعبة يعني السكو ناس يعني مع اعتزازي بيهم يعني هذول الكلام
يمكن الاخ الشاعر يجدني كلام بذيء. صحيح. شنو يا بطل الزيت صار بالفدينار؟ شنو سمو شنو؟ هي السيد انت ما تغني هالاغاني، يقول لك شنو جاي غني لنا هذا؟ بس ما هذا ما يعني انه ماكو ناس ذواقه، لا هسه اكو ناس عندنا مثلا فندق ديفان روتانا هذول فنادق درجه اولى باربيل، من اغني يطلبون كاظم، يطلبون تشلشل علي الليل، يطلبون شغلات كلش حلوه من التراث. نعم. دواقه. نعم. خلينا ننتقل لشاعرنا. اكيد. وعوده اخرى الى شاعرنا وسام. اهلا وسهلا وسام. اهلا ست وسام. يعني احكي لنا عن يعني شلون بدايتك، او شلون كشفت روحك، او انه حسيت نفسك انه انت عندك موهبه الشعر او كتابه الشعر. نعم. هي موهبة الشعر انت ما تحس الا تعيش موقف ده تحس انك نفسك شاعر او مو شاعر. انا والدي الله يرحمه هو كان شاعر ايضا، فاني يعني كنت مو هاوي الشعر بالكلية. نعم. 2012 بديت اكتب الشعر واستمريت. صارت يعني صار عندي موقف وتأثرت، وعلى أثر هذا الموقف نعم أنا راح أحكي لكم غير موقف شوية مضحك أحسن من الموقف الهاي. فبديت 2012 بديت أكتب الشعر، يعني بديت أكتب الشعر بشكل مضبوط 2017 من بديت بشعر العراقية. حسيت نفسي أني وصلت للمرحلة أني بديت أكتب الشعر اللي نقول مضبوط أنه متمكن من أدواتي مثل ما نقول. طيب اليوم أنت وسام شنو اللي يميزك يعني كشاعر عن بقية الشعراء؟ هو ست ماكو شاعر يميز عن شعر، قصيدة أفضل من قصيدة. اللي يميزك يعني هسه مثلا هي المفردات اللي يستخدمها. نعم. يعني الشعر. نعم. يعني يميزك أنت أكو في كتابة القصيدة. صح. أكو. نعم. أكو مثل ما تقول شاعر له لون خاص بي مثل ما تقول. نعم. هيجي. فإحنا نكتب إحنا اللهجة البيضاء. نعم. اللي نكتبها إحنا فنمتاز باللهجة البيضاء. حتى كل أنا عندي سؤال يعني هسه. نعم. كل شيء يعني يتفق ويانا أستاذ عامر أستاذ خليل أيضا يعني متابع الموضوع. هسه كل شيء صار تجاره. نعم. يعني هسه بيع الكلام صار بيع الكلام. صحيح. يعني الشاعر يبيع كلام. صحيح. يعني انتم هسه مختصرين فقط على القصائد، ما حاولت انه تكتب قصيده غنائيه مثلا تالف. نعم. نعم. قصائد غنائيه وتبيع الفنانين، وحتى انت ايضا تشتهر على مستوى الوطن العربي. اكو عندنا شعراء جيدين واشتهروا. ما حاولت أنا ما حاولت اكتب قصيده غنائيه لان مختص بالقصيده العاموديه مثل ما اقول. ما حاولت اكتب غنائي. ليش ما حاولت يعني؟ والله امور دينيه يعني هيك. امور دينيه. امور دينيه ما كتبت غنائي فاسترسلت القصائد. يعني انت عندك القابليه بس انت إيه شلون انت من تكتب انت هاي بعد انت شاعر تكتب. نعم. تفعيلات القصيدة الغنائية ولا القصيدة العامودية كلهن تفعيلات، فأي قصيدة تقدر تكتبها ماكو أي إشكال عند الشاعر. نعم. ولكن كل شخص له أمور خاصة به. طيب وسام نقدر نسمع منك قصيدة؟ إيه إن شاء الله. نحاول. أقول هاي ليل هاي ليل يمت تعوفني بحالي، هاي ليل يمت تعوفني بحالي، متعمد معاي بهاي بس بدي وغمض العين تقعد صور شاك وعزاز وتمشيهم ببالي. هاي ليل يمت البال يصفالي، عندي عزاز صار سنين ما شافوا وجه بابي، ومتأمل بعدني الخير ومسميهم أصحابي. يذكروني من يدرون صعدت قيمة ثيابي. هاي ليل أترجاك باسم الراس يطلعهم، مو عافوني وقت الضيج ليش الهسة أذكرهم، بجسمي شقد تعب منهم، بعدني بأول العشرين والشيب على راسي اليوم ماخذ فرصته ودوره، بقلب الفطر واضح مثل فطر الجام هيك تخيل الصورة. ها والله بريتي شابي يفوت يطلع بيده باكورة. هاي ليل أريد أن طبعي يتغير وأريد عليهم أنا انغر، أكو بعض البشر يا حيف ما يرهم معاهم خير بس يرهم معاهم شر، وأريد بقلب أسوي اليوم حضرة جوال عالصحبان اللي بيهم خيري ما أغزر، ومو بس هيج أشمرهم أطلعهم وأشمرهم وما أهتم، ومو بس هيج أطلعهم وأشمرهم وما أهتم، مثل الطالب الكسلان أول ما يطب البيت رأسا يشمر. الله عليك. الله عليك. جميل جميل جميل. زين كم صديق شمارك؟ شمارك أحد بالله؟ لا إن شاء الله إحنا نقول بس ما نشمر قلبنا ما ينطينا استاذ جاسم. يعني ما أعطيت بلوك لأحد. نعتب بس ما إن شاء الله ما نشمر. خليل أنت أيضا يعني رياضتك مرتبطة بالموسيقى.
اكيد طبعا. يعني انا دائما اشوفك انه انت وكل يعني هاي الرياضه بيها موسيقى، موسيقى غربيه اعتقد. وهذا يعني شنو علاقه الموسيقى برياضه الفريستايل؟ قبل ما احكي ما كان استعراض بربيل. نعم والله طلعت كادر كامل، احنا طلعنا ويانا ملواعيب وحتى ودينا ويانا مصورين وكامل، يعني كادر كامل طلعنا. الاستعراض مالي قبل نص ما تبدي يعني اسوي حماء واحضر، بس الفلاش كان عاطل، جابوا فلاش ثاني هم عاطل كان وما استعرضت، يعني رحنا للاربي رجعنا ما استعرضنا ورجعنا لان الفلاش عاطل، لان يعني الا موسيقى بيها يعني لازم اكيد. زين يعني شلون تتوافق انت عندك توافق حركي بين الموسيقى وبين الحركات؟ الموسيقى ما يتعبك، يعطيك تحفيز، يعني انه كره مثل يخليها بجسمك مثل مغناطيس، لان يخليك مثل تسيطر على الكره اكثر من ما، لان ما حد ما يسويك تشجع مثل الجمهور، ما حد ما يتفاعل وياك غير الموسيقى، يعني تدري انت بنص الساحه والجمهور بعيدين عليك، فانت ما تقدر يعني لازم على الاغاني. وانت عاده الموسيقى غربيه مو اكيد الغربيه اسمع دائما. زين انت من رحت خارج البلد ايضا هذول اللي وياك كلهم ايضا نفس الطريقه؟ لا كل من اغنيه خاصه عنده، عنده اغنيه خاصه يعني بي، كل واحد يعني انت اختارت الاغنيه اللي راح تسوي وياها الحركات؟ اكيد عندي يعني كل استعراض ما الا مخصص اغنيه. اكو اغاني بعض ما دخل عراقي، يعني خلي مال المنتخب. نعم البس بدله مال المنتخب وزي مال المنتخب واخلي اغنيه مال المنتخب وانزل استعرض. بس بعض ما البس لبس يعني ستايل مثل هذول جماعه الراب الاجانب يلبسون هاي لبس واغاني اجنبيه واستعرض، حتى قسم يشوفون يقولون هذا مو عراقي. نعم تسمح لي اخذ فاصل مشاهدينا الاعزاء؟ فاصل ومن ثم اعود اليكم مره اخرى. رجعنا لكم مشاهدينا الاحبه بعد هذا الفاصل القصير، ونواصل مع ضيوفنا في برنامج افراح العيد. عوده اخرى لفنان عامر غريب. واستاذ عامر، انت قبل شويه تحدثنا كثير عن الفنان الكبير الاستاذ كاظم الساهر وحبك له، ويعني كثير يعني بالمهرجانات، يعني حتى يعني انت تغني لاستاذنا كاظم الساهر. هو الاغنيه الاقرب لك يعني؟ اي طبعا سمعكم مقطع من انا وليلى، لان هي طويله الأغنية كلش طويلة صراحة. الروايع اي طبعا من الروايع. فراقك كنت أخشى فافترقنا، فراقك كنت أخشى فافترقنا، ومن فارقت من بعد كلام الله لا أبالي. لقد عزونا حبتنا ورحلوا، وما كان الفراق على بالي، ولكن هكذا صنع الليالي. أضعت في عرب وجئت أبحث في عينيك عن ذاتي، وجئت أحضانك الخضراء منتشيا كالطفل يحمل آلام الغريبات. غرست كفك تشتثين أوردتي، وتسحقين بلا رفق بلا رفق مسراتي.
نفيت واستوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء حبيباتي نفيت واستوطن الأغراب في موصلي ودمروا كل أشياء حبيباتي خانتك عيناك خانتك عيناك خانتك عيناك خانتك عيناك في زيف وفي كذب أم غرك البرج الخدام مولاتي. الله عليك. الله الله. معظم المطربين العراقيين يبتعدون عن الغناء بالفصحى. يعني كاظم انفرد بهذا الموضوع بالعراق تقريبا ووصل الأغنية بطريقة رائعة جدا إلى كل الوطن العربي والعالم. جاسم هذا الغناء صعب. نعم. يعني يمكن شاعرنا يعرف أخ حسام الغناء هذا يعني مو أي مطرب لازم هذه الحرف لازم مثلا من مو من. نعم. لازم تكون أنت دارس موسيقى ودارس لغة عربية حتى تكون مسيطر. حركات قصدك. حركات يعني. نعم. وهي بعدين نزار قباني يعني مو أي كلام وحسن المرواني طبعا هي شاعرها. نعم. بس الكاظم اعتمد على بالأمور يعني أخذ مكتبة نزار قباني كل أخذها لأن يعرف إنه هذا اللون يعني هو ما حد ينجح مثل كاظم. إيش قد حاولوا مطربين يعني كثار ما حد نجح بيه. بدون ذكر اسماء يعني حتى عرب ما قدروا يوصلون مثل ما وصل كاظم الكلام الفصحى للجمهور المتذوق. نعم. يعني هسه أبسط مثال تروح أي حفلة بتونس بجزائر لبنان أول ما الطب عراقي يقول لك كاظم السهر طبعا. يعني ما يقول لك مع اعتزازي بكل فنانين ونجومنا كاظم ماخذ مساحة يعني حتى أستاذ عامر حتى الغناء على المسرح مو كل فنان يقدر يقف على المسرح طبعا طبعا يعني المسرح مختلف عن أنه تسجل لك أغنية بالاستوديو طبعا طبعا شون مو شغلة مو هنا يعني مو هنا بس هسه صارت عادي يعني هسه قلت لك مثل ما نرجع الموضوع أنا نفس الموضوع اللي صعد يغني قولات هسه ذاك اليوم دا غني متعمق أنا وليلة كلها من ألف للياء جاني واحد يجب عقله ايش قال لي ايش قال لي غني لنا ممكن شويه قولات قلت له يبع عيوني نعم لازم تمشي ويا الوقت كل الاذواق نعم تمشي يعني ويا الذوق العام ويا الذوق ايش تسوي المشكله هيك صارت يعني ما تقدر لازم تغني هذا اللون نعم انجبرت نعم خلينا نرجع مره اخرى لشاعرنا وسام وسام اليوم احنا نشوف شعرائنا الشباب الموصليين قليل يعني مشاركاتهم في المهرجانات الشعر اللي تقام خارج العراق يعني شنو السبب من هذا الشيء برامج ببغداد من البرامج المشهوره يعني اذا عندك علاقات تقدر تصلها يعني واسطه اي واسطه خلينا نقول واسطه العلاقات اي مكان هاي موجود استاذ بك اي عمل نعم. اي عمل المجاملات موجوده بانواع العلاقات يعني انا اللي داحش عليها العلاقات الاجتماعيه اللي هدفها انه ممكن يعني المطرب يعني يقدم روحه ويمشي بعمله على افضل مستوى من خلال هذه العلاقات البسيطه يعني بعض المطربين عندنا كثيرين احنا يعني المطربين الموصلين خجولين وبعض الأحيان انطوائيين وخجولين فما يحققون هذه العلاقات اللي توصلهم لمرادهم ولهدفهم عذرا المقاطعة يعني ما أقدر أقيم المطربين صراحة الشعراء أنا عندي تعليق على هذا الموضوع يعني أنت حتى الرياضيين كل ما تكون بعيد من بغداد أنت كل ما أقل شهرة ومغبون أكثر كل ما أنت قريب من العاصمة صح كل ما أنت مشتهر أكثر يعني حتى على مجال الرياضي يعني
يعني هسه الانديه الرياضيه في بغداد صح. مو مثل الانديه اللي موجوده بالمعارض صحيح اي صح والله صحيح. انت مع يعني مع الفنان والرياضي والشاعر يعني قوي علاقاته الاجتماعيه مثلا باولئك اصحاب يعني النقود واصحاب الاعمال ومثلا المنتجين والملحنين هو إذا إذا هذا الشيء حلو بالعكس نعم بس اذا هو هو انسان متمكن اكو يعني اكو انسان مو قوي او مو قوي غنائيا مو قوي شعريا بس عنده علاقات ويطلع فضائيات بس ما يؤدي يعني من البدايه كان يعني كنت احول حول هذا الموضوع نعم. ان مرات العلاقات هي تحقق يعني من ذات المطرب وشهرته وتساهم ب يعني دعمه دعم كلش قوي ودعم صح ايه. صحيح احنا هو هذا مع الاسف صار مثل ما قال سيد العمر هذا صار واقع حال بعد نعم. ما تقدر انه هاي العلاقات والمجاملات والهاي صارت واقع حال نسمع نسمع القصيده اللي ظهرت بها شاعر العراقي اكيد قصيده جنة ان شاء الله ان شاء الله أقول ردلي ردلي ترى بغيبتك بعظامي ما ظل قوة ردلي ترى بغيبتك بعظامي ما ظل قوة ينكسر ظهري إذا بجفوف طخني الهوى أنكسر أنكسر سهلة سهلة لكن أنا وصلت مستوى أنهزم مني الشمس خافا لكن بالضوء ركة ركة على جسمي بدت والصوت أحس انعدى تخيل يفوت بكهف يرجع لي ما بيصدى ملشوم 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 من فرقتك بس أعشقك مجبور الخبزة صحت اللجن بس تعشق التنور يلترف يلترف طبعك وانا بي تراف الدور اللي يلكرها لأن ما يطير بي عصفور مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك يا النفس لك أصبحت عازتي من ما أشمك جرح ينزل ترب ريتي مشتاق لاسمك يريد يلعب على شفتي من دون اسمك أحس أصفر وجه ضحكتي تيهت تيهت كل شي تيهت كل شي بفرقتك والحال ما أحب ذكره تخيلني ما أعرف عد من واحد لحد عشرة بعيوني بس يمشي الدمع مرات تمشي النظرة الإنسان الإنسان من يكبر ترى ما تنسى غير الذكرى ودي لي منك أي خبر أي خبر أي خبر بس قلبي خلي يلوحة العيد نعرف بإجا من هزة المرجوع استاهل انه تشارك بهذا هاي القصيده الجميله كابتن خليل انت الشيء الجيد بك واللي انا متابعك يعني من خلال يعني متابعتي رياضتك بالضبط اسست مثل المدرسه التخصصيه اكو جيل لتعلمهم حتى يعني هذه الرياضه تنتشر بشكل اكبر يعني هسه بصراحه بالموصل هو بس خليل يعني اكثر اكثر يعني خاصه رياضه فريستايل بس اكو شباب صغار هسه حاليا خليل عنده شويه تحدث لي عن شلون جمعتهم وشلون اللي دتنطيهم محافظه الموصل يجون يعني مثل نعم من بغداد من الناصريه يجون الواعي نعم من اطراف الموصل يجون المهم فهاي الاكاديميه سويتها على حسابي يعني هسه انت على نفقتك الخاصه فاتح الاكاديميه على نفقتك اكيد الله شاهد يعني انا ايش قد اخذ مثل عندي ارباح تجي من يوتيوب او استعراضات نص صفر للمتابع عفوا زين كم هسه كم شاب عندك وياك؟ عندي تقريبا فوق 300 طالب 300 طالب مقسمهم عندي ايمن وبليسر ملعب وين عاد دربهم هسه؟ ملعب عندي بالحدباء وحده ملعب المياس مال احمد راضي الله يرحمه نعم ملعبين زين من خلال هال 300 اللي جمعتهم مش قد طلعوا عندك مواهب يعني عندي هواي استاذ الله شاهد هواي طلعوا عندي واصلا حتى اهاليتهم انه قالوا لهم خلي يستمرون يعني اهاليتهم حتى قاموا يدعموهم قبل البدايه كان مثل يجون يشوفون مثل الرياض ما بيها دعم ويشوفون يقولون ما يصل مرحله بس من شافوا انه تدريب ومستمرين واعطيهم تدريب بشكل صحيح بالعكس قاموا هم يجيبون مع الساحه ويتابعوهم ويشجعوهم نعم هسه هسه اريد من عندك بعض الحركات يعني اذا تقدر يعني شنو رايك استاذ عامر؟ نعم هذا اختصاصي عادي
تنيد ستاري اسمان شو اسمان اشكي تنيك اشتا وجودا وانا وتمام دنيا هار تنيد تاركودا وانا وتمام دنيا هار تنيد تاركودا شكرا لك واستمتعنا بهذه الفقره يعني حركات بهلوانيه فعلا يعني نعم جدا غريبه وجدا احنا كثير تاثرنا يعني تاثرنا يعني صار عندنا ذهول حقيقه حركات مو سهله ابد نعم اكيد وحركات سريعه ويحتاج لها فوكس يعني جدا عالي يعني طبعا ما نايم صار لي نهاري ما نايم ومكان ما يساعد بدله بالسم ما يساعدني وجسمي شويه بهم بارده بس ابدعت نعم ابدع شيء جميل انت فخر للموصل وفخر للعراق ويعني احنا جدا فخورين بك نعم وان شاء الله ننتقل للاستاذ عامر انت اشتهرت ببداياتك بالاغاني المصلاويه استاذ اي يعني صورت ليا على ليا كانت من ألحان الأستاذ المرحوم زكي إبراهيم وصورت أيضا أشكان الدلال من ألحان البصراوي الأستاذ محمد عبد المحسن نعم وكان يعشق الموصل يعني ونزلت هاي الأغنية بوقتهم أشكان الدلال أشكان الأسباب زين خارج العراق أنتوا يعني كفنانين ما يطلبون منا وصلتوا الأغنية المصلاوية هي مو لا تنسى القيصر والأستاذ سعد بن جابر وصلوا يردلي نعم غنوها يا ساكنة حينا غير نعم بس المفردة غيروا واستاذ سعد وجابر ايضا غنى يردلي يعني اي هسه شنو رايك تسمع من عند بس قبل ما نسمع ممكن اسالك سؤال استاذ عامر انت يعني بالفترة الأخيرة احس يعني انه قل عندك يعني تصوير فيديو كليب شنو السبب لا انا نزلت يعني ما انقطع بس المشكلة دا اشوف يعني الوضع يعني حرامات يعني اقل اغنية نحن نصرف عليها هذاك المبلغ والمشكلة يعني تموين ذاتي يعني مو واحد يجي شركة إنتاج تصرف عليك نعم انت على المتلمة وتتعب التسر الليل تجي بالأخرة تنزلها يعني وهسه هي صار هالمودة صار مال الجروبات يعني كل فنان عند الملحن عنده جروب عنده شركة بالضبط يعني وانا قلت لكم نعم بأول لقاء بدايتك انت صورت بالموصل أغاني وكانوا مخرجين موصليين طبعا ليش ما ترجع تتعامل مع يعني عندنا مخرجين كبار بالموصل موجودين نعم أنا وأسماء يعني أنا وايد أذكر أنا صورت بتلفزيون الشباب بال93 نعم أريد أتحاسب وياك كلمات حيدر الساعدي والحان المرحوم حسن فالح نعم واخرجها الاستاذ غازي فيصل صورناها بسد الموصل نعم سنتر 93 وكان بتلفزيون شباب بوقتها يعني فنزلت موسيقى 2000 ونزلت يعني نعم اخذت صدى الحمد لله بس المشكله ده اقول لك يعني هسه الزمن زمن الاغاني الخفيفه والهابطه هسه اي اغاني مصلاويه اي اغاني مصلاويه طبعا هذا تراثنا نعم اكيد 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 الحسين والجمال انتي ذا تحتيني
الوش الوردي وصبغته من ذهب وبرسمه هندي لا داعي من راب السما ليلة غدا عندي يوم الفرح هذي نجمي لنا الحيني يردي لي يردي لي سمرقة تلتيني خفي من راب السما وحدي لا تخليني يا اسمر مليح مورد الوجناتي غالي على امه ربت وداياتي بيت ابون وخيمه المنصوبي بيت عمو تنقضي الدعواتي طبعا اسمحوا لي اوجه شكر لاخوي وحبيبي الاستاذ عبد الله الاسمر اوجه تحيه اكثر للاساتذه اللي غنوها قبلنا هاي الاغاني استاذ محمد زكي السفير الاغنيه الاستاذ عامر يونس الاستاذ فخري فاضل استاذ حسين شكرتشي وايضا من الشباب ما ذكرنا الاستاذ عدي تاطلس وايفان خضر ايفان الرسام هذول مطربين شباب كلش اصوات جميله واتوقع لهم ان شاء الله مستقبل راقي. استاذ عامر عندي ملاحظه على موضوع الاغنيه الموصليه طبعا كلها هذه تراث نعم يعني هسه احنا بالحديث ليش ما يعني دخلت الاغنيه الموصليه العصر الحديث مثلا الموسيقى الحديثه وكلمات جديده مثلا حتى ايضا تبقى تراث اللي وراكم هي المشكله احنا اسال وليد الشامي نعم اوجه له تحيه غنى هذا الحلو ما شو كلام مصلاوي نعم. كتبه شاعر مو مصلاوي فخابرنا هالكلمه شنو خشعتون وشنو ايه. ما يعني لازم يسالون احنا عندنا تعرف يعني خبره بالموضوع يعني اكثر يرجعون لكم يرجعون طبعا لانه عندنا شعراء مع اعتزازي باخ وسام يعني المفروض يعني يكتبون اغاني مصلاويه لان الاغنيه المصلاويه كلش محبوبه كلش حلوه كلش محبوبه يعني الفلكلور الموصلي فلكلور زاخر وبي يعني تقدر اليوم تسوي اغنيه موصليه يعني الفلكلور الموصلي تقدر تتحدث عن العمل عن الحب عن الاهل عن يعني
بكل المواضيع يعني. يعني تصوري حتى على اغاني يا سماق يا سماق، على الحمي والكنة، يعني اكو اغاني كثير حلوه يعني. لا. بس يعجبك تسمع الحرف الكلمه اللي بعدها شنو يعني، شلون بالله ثكل لي حميتي ان شاء الله يا قضيب البان. كانوا يزورون قضيب البان ايام العراس، ايام العراس ودقومي انا نتو تمسك الشفشير وترقص المره العجوز. يعني هي كل تراث الموصل تجسدت باغنيه يعني. طبعا شويه تهتمون بهذا الموضوع انه كانتم نجوم يعني، ومن احنا لو شعراء يكتبون لنا هاي الاغاني احنا نغنيها ما عندنا مشكله يعني، ما عندنا مشكله بالعكس يشرفنا انه نغني هاي الاغاني. بس احنا بالدقائق الاخيره بريد نسمع منك تهنئه لمن توجه تهانيك. طبعا اول شيء انا اشكركم لان جمعتوني بحديقة مليئة بزهور، كل زهرة إلى طابعها ولونها الخاص، مثل أخوي أستاذ خليل شرفنا معرفته، أستاذ وسام ومهاوي المبدعة، والفرقة الموسيقية الأستاذ أزل، أستاذ أحمد، أستاذ أبو البركشن، تحياتي له. وكل عام وشعبنا الغالي بألف ألف خير، أمتنا العربية والإسلامية بألف خير، وإن شاء الله تنعاد هذه الفرحة والابتسامة على كل العالم بدون استثناء، ويعود السلام والأمن والأمان على كل أمتنا العربية وشعبنا الغالي من زاخل الفوق. شكرا لكم. شكرا لك. أيضا وأيضا ناخذ فضل وسام المن تحب تهني أو تعايد شو تقول لقناة الموصلية. أنا أحب أشكركم. نعم. أشكر قناة الموصلية جمعتني أيضا بالأستاذ عامر الغريب، أنا أشوفه بالتلفزيون الحمد لله اليوم وجه وجه. نعم. الله يسلمك أخ خليل أيضا. نعم. وشكرا لقناة الموصلية، شكرا للسيد، شكرا للأستاذ جاسم، شرفنا بمعرفتك اليوم. تهني لكل الشعب الموصلي، تهني لوالدتي شوية مريضة، أتمنى إن شاء الله الصحة والسلامة. الله يسلمكم إن شاء الله. وإن شاء الله تهني لكل الشعب الموصلي ولكل الأصدقاء حتى لا أحد يزعل علينا. لا ما حد راح يزعلك إن شاء الله. بالعكس. كابتن خليل. وأيضا ننتقل الى الكابتن خليل العراقي، واهلا واهلا وسهلا بك مره اخرى. شو توجه يعني كلمه لقناه الموصليه بمناسبه عيد الفطر المبارك؟ طبعا كل عام الف خير قناه الموصليه والكوادر، استاذ جاسم طبعا هو دائما ما يقصر وياي، ودائما هو اول اشخاص القناه اللي يدعموني يحبون الخير لي، ودائما هم يعني مثل يسندوني. يعني استاذ جاسم زمان هو نعم اكيد نعم اكيد خدمة الرياضيين والفنانين نعم وكل المبدعين. نعم تحياتي الكابتن سلام مصور ومحمد والاستاذ عادل طبعا ما قصروا وهم دائما وياي يعني دائما هم يدعموني، وتحياتي لمتابعيني وكل عام الف خير ان شاء الله، وتحياتي لكم جميعا على راسي. وانت بالف الف خير، وكمل مع زميلي جاسم. طبعا سعيد جدا بتواجد نجوم الطرب والشعر والرياضه في برنامج افراح العيد، حلقه كانت حقيقه ممتعه، استمتعنا بها. حلقه مميزه بصحبه نجمنا العراقي والعربي ونجوم ضيوفنا الاعزاء الباقيين. طبعا في ختام حلقه هذا اليوم مشاهدينا الاعزاء نتقدم بشكر جزيل الى النجم العراقي والنجم الموصلي المحبوب الأستاذ عامر غريب، ضيف عزيز علينا، وأيضا تحية لشاعرنا المبدع وسام حسين شرفتنا بالبرنامج، والكابتن الرائع خليل العراقي شرفتنا بالبرنامج. تحية أيضا للفرقة الموسيقية بقيادة العازف الرائع أزل كمشاوي، وأيضا عازف الأورج المبدع أحمد الراوي، وعازف البرامز المبدع أحمد السلطان، واللي مهندس الصوت حازم الطائي، وللكبير عبد الله الأسمر، ولكادر البرنامج، وأيضا تحية خاصة إلى مدير مدينة ألعاب الموصل الأستاذ ياسر وعد الله على إتاحته الفرصة لنا لتصوير هذا البرنامج. نلتقي أكيد مشاهدينا الأحبة، راح نلتقيكم حلقة أخرى من عبر قناة شاشة قناة الموصلية الفضائية، خليكم ويانا، وإن شاء الله الحلقة القادمة تكون مميزة مثل هاي الحلقة. مع السلامة. إذا مشاهدي الأعزاء نختم برنامجنا مع هذه الأغنية للفنان الرائع عامر غريب. الليلة حلوة Yeah.
والقمر تاني الليل دازت ساعي القمر تاني الليل دازت ساعي يا نجمة شوفي هواي